حضراتكم النهاردة هتعيشوا معانا حدث فريد من نوعه، وهو الإعلان عن حوالي 500 نوع من نباتات الزينة الصحراوية والساحلية المصرية. هذا الأمر عظيم جدا، ويمكن أن يغير مسار صناعة نباتات الزينة في مصر. مجهود عظيم جدا بذلته المهندسة شريفة كيرة وشركها المهندس المخضرم حسام فتح الله، وهم المؤسسين لشركة جنت لأعمال اللاندسكيب. الاتنين بقالهم سنتين كاملين بيلفوا في كل صحاري وسواحل مصر بحثاً عن النباتات الصحراوية البرية التي تصلح كنباتات للزينة. لكم أن تتخيلوا، هذه النباتات ممكن تتزرع على البحر، هذه النباتات استهلاكها من المياه يكاد يكون منعدم، هي بتتصرف وبتوفر المياه لنفسها، أيضا بتتحمل كل العوامل المناخية العنيفة اللي ممكن ما يتحملهاش أي نبات للزينة، يعني رياح شديدة جدا، سف من الرمل ناتج عن هذه الرياح، أمطار عنيفة أو حرارة غير محتملة، كل هذه الأشياء بتتحملها هذه النباتات. هي طالعة في الصحراء، قدروا يجمعوها ويعملوا إكسار لهذه النوعية من النباتات ويتفهموا سلوكها. نجاح غير طبيعي وتغير كامل في مسار صناعة اللاندسكيب ونباتات الزينة في مصر. المهندسة شريفة كيرة والمهندس حسام فتح الله نجحوا في إكسار أكثر من 500 نبات من الصحراء. تخيلوا حضراتكم لو كل خبراء المشاتل المصرية المتخصصة في نباتات الزينة اشتغلت على هذا الأمر، هنوفر ملايين من الأمطار المكعبة من المياه اللي بتستهلكها نباتات الزينة العادية أو التقليدية. كمان هنوفر ملايين الدولارات، سواء اللي بنستورد بيها نباتات زينة من الخارج أو اللي بنستهلكها في تغيير نباتات الزينة اللي بتتعرض للتلف. كلها أشياء شديدة الأهمية، احنا بنحط هذه الزراعات حسب موطنها، يعني النباتات اللي اكتشفناها في مناطق الساحل الشمالي تخصص لمشروعات الساحل الشمالي، هو ربنا خلقها لهذه المنطقة. وأيضا النباتات اللي اكتشفناها في صحاري وسواحل مناطق البحر الأحمر تخصص لمنتجعات سواحل البحر الأحمر، وغيرها من المناطق اللي نجحوا في استكشاف نباتاتها الصحراوية اللي فيها زهور مفيش أروع من كده، وشكل ورقة مفيش أجمل من كده. سبحان الخلاق، حلقة هامة جدا هتغير مفاهيم وأفكار صناعة اللاندسكيب في مصر.